يترقب عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم مباراة كأس مارادونا غدا الثلاثاء في حدث تاريخي وغير مسبوق، يلتقي من خلاله فريقا برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض للمنافسة على اللقب الاستثنائي والذي يحمل اسم نجم أسطوري سبق أن مثل الفريقين في سنوات مضت. وتقام المواجهة على هامش فعاليات موسم الرياض وتنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة.